الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما ان شاء الله تلفزيون الحياه. النهارده نعمل لكم حاجات نتمنى ان هي تعجبكم وتكون عند حسن ظن حضراتكم. هنبدا بالمين كورس او الطبق الرئيس، لان طبعا في لحمه ضاني واللحمه الضاني بتحب شويه سوى. الاسبوع ده هنشتغل على لحمه ضاني كتير، يعني عشان تقريبا روايح العيد الكبير هلت، فهنشتغل على لحمه ضاني الاسبوع ده اكتر من يوم. يعني النهارده زي ما قلت هنبدا بالاكله الرئيسيه عشان هتاخد وقت شويه، فتعالوا نشوف مقاديرها. هي اسمها الارز المدفون، وفي الشام بيقولوا عليها الارز الدفين، يعني المدسوس، يعني زي البرام بالظبط، بس بدل ما بنعملها برام ونحطها في ونحطها جوه البرام وندخلها في الفرن، لا دي هتستوي على النار عادي جدا. اول حاجه عندي كيلو الا ربع من اللحمه الضاني، كيلو الا ربع من اللحمه الضاني، وعنده نص كيلو بصل اورما، بصل صغير، وكوبايتين من الحمص المسلوق، وكمان كوبايتين الى ثلاثه حسب عدد افراد الاسره من الرز البسمتي، وملح، ورشه قرفه، ورشه كراويه، ومعلقه من العصفر، ورشه بودره زعفران، وشويه من اللوز المحمص على الوش. تعالوا نشوف المقادير تاني، وطبعا مفيش هنا مرق، هنحط له ميه عاديه، وكمان هندي له قطعه من الزبده. اول حاجه 3 ارباع كيلو من اللحم الضاني، 3 ارباع كيلو من اللحمه الضاني، عندي نص كيلو من البصل اورما، يعني بس ده اكتر شويه مش مشكله، اللي هو البصل الصغير، عندنا كوبايتين من الحمص المسلوق، وعندي نقول نص كيلو الى 3 ارباع كيلو من الرز البسمتي انا نقعه في الميه اهو، وكمان رشة ملح ورشة قرفة ورشة كراوية ومعلقة من العصفر. العصفر ده اللي هو موجود عند العطار اهو، وده بيستعملوه في ايه؟ في الليمون المعصفر، وبيستعملوه في اكلات كتير جدا. ورشة من بودرة الزعفران الباودر، واخيرا هنقدمه مع لوز محمص، لوز محمص على الوش. تعالوا مع بعض نشتغل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل ايه بقى؟ اول حاجة نصفي الرز في مصفى ونسيبه على جنب بعد ما نقعناه شويه في الميه، يجي نص ساعه اهو، وناخد قطعه من الزبده وشويه من الزيت هنا في طاسه وهنا في كزرونه او حله. هقول لكم ليه، لان احنا هنشتغل على حاجتين مع بعض. هنا الحاجه الاولانيه ان انا احط اللحمه بعد ما تبلها ملح وفلفل، تبل ملح وفلفل، وهنا احط البصل. يبقى انا احط هنا البصل ونكمره مع الزيت والزبده، البصل اللي هو القورمة اهو، كمان مره ونغطيه كده ونكمره، وفي نفس الوقت بعد ما نتبل اللحمه ملح وفلفل هنحطها تاخد لون، تلون معانا. بعد ما هتلون معايا وتاخد اللون معانا وكمان البصل يلون معانا، هنضيف الاثنين على بعض. يبقى احنا ماشيين مع بعض زي ما قلت لكم، حبيت يعني ناخد وقتنا في الاكله دي علشان تستوي براحتها. واللحمه الضاني مهما حاولنا نشيل منها القطع البيضة ما استحاله طبعا، لانها بتبقى لحمه ملبسه، سبحان الله، هي اللحمه الوحيده اللي ما فيهاش قطع لوحدها كده، بتبقى حمراء على الا في الفخده، ومهما كانت برضو بيبقى فيها قطع ملبسه. هناخد كده نلفها يبقى احنا تبلنا هنا ملح وفلفل، وتبلنا كمان وحطيناه على شويه زيت وزبده يلون معانا، وهنا البصل معانا برضو في زيت وزبده، شايفينه بدا ياخد لونه، برضو هنكمره ونرجع تاني على هنا، ندي رشة الفلفل اهي، ونجيب بقى عشان خاطر تشرب ميتها شوية نكمرها نغطيها كده. انا حطيت اللحمة مكمورة علشان خاطر تتشرب ميتها، والبصل هنا لما احس ان هو خد اللون هديله شوية مية، لان اللحمة بتنزل مية، البصل ما بينزلش مية كتير، ان هو اخاف ان هو يتحرق لو ما اديتلوش شوية المية اللي انا هضيفهم عليه. وخلينا مع بعض كده واحدة واحدة بالتفاصيل علشان الموضوع مشوق، يعني الموضوع طعمه حلو قوي.
ربنا يخليك يا نوع اللي ربنا يكرمك يا حبيبي، ده من ذوقك. تعالوا بقى بعد ما خدنا اللحمه وناخد معانا اتصال. اول اتصال معانا استاذه نور، اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي يا ابو بسمه جزيل الهم وكلام يبعد الغم يا ابو الاخلاق والكرم. والله انت من حقك يتعمل لك هرم وصورتك تبقى كمان على علم، وقلت اكتب لك حاجه من حقك اليوم رفض القلم. ولما سألته وقلت له ليه، قال لي أعجب أني أكتب لشخص زي السيف يسري واحد محترم، لأنه يستحق ألم أغلى مني، والألم ده بكنوز الدنيا كلها عشان يكتب لحبيبي السيف يسري صاحب القيم. الله يخليك يا أستاذة نور، الله يكرمك. أنا مش عارف، أنا نفسي طبعا أقدر كلامك الجميل دوت، ومش عارف أقول لك إيه غير ربنا يخليك على أسلوبك وعلى الشعر او النثر او الكلام الجميل المنقى اللي انت بتقوليه ده. مالكيش بقى سؤال نفسي اعمل لك اي حاجه يعني؟ الو يا استاذه نور، حاولي تكلمينا تاني، عايزين نعرف انت يعني ليكي سؤال عندنا، عايزه نعمل لك اي حاجه، اكله معينه، يعني كفايه الكلام اللي بتقوليه الرائع الجميل ده، وربنا يخليكي، وانا بفتخر بيه جدا وسعيد ان انا بسمعه، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. هناخد بقى شوية من المية اللي بتغلي نحطها على البصل، شايفين اللون، ونغطيه. وبعدين في نفس الوقت هناخد كده اللحمة، نضيف عليها بقى بقية المنكهات، نضيف العصفر معلقة، ونضيف الكراوية، ونضيف القرفة، ونسيبها شوية كده معاها، وبعدين هنديها برضو شوية مية صغيرين، ونروح نضيفها على البصل بتاعنا اهو. مش عايز اقول لكم بقى يعني عم عصام بيشم الريحة دلوقتي، حاجة حلوة اوي، الله يكرمك يا عم عصام. شايفين؟ وبرضو هاخد شوية مية عشان انا عايز اخد البهاريس كلها اللي نزلت نتيجة التسوية، نحطها عليها كده ونغطي، ونسيبها لغايه ما تخش في السوى نص سوى. تاني هنركز مع بعض، هنسيب دي لما تخش في التسويه نص سوى، بعد كده هضيف لها الرز بتاعنا وازودها شويه من الميه، وكمان نزود الحمص وبودره الزعفران. ولكن كل ده هنعمله امتى؟ لما نستاذنكم. هناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنعمل مع بعض نوع من انواع الفطاير المحشيه بالدجاج، هتعجبكم جدا وطعمها حلو قوي، لانها هتكون غلافه من بره سمسم. بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض اللحمه، اللحم الدفين او المدفون او زي ما تسموه، هو عباره عن لحمه ضاني شوحناها في شويه ملح وفلفل ومعلقه زيت وزبده، وبعد كده عندنا نص كيلو الى ثلاث ارباع كيلو من البصل الاورما الصغير، شوحته شويه، وبعد كده زودت شويه ميه، واضفنا للحمه بعد ما دخلت في التسويه شويه معلقه عصفر، ونص معلقه من الكراويه، ونص معلقه من بودره القرفه. كل النكهات دي حطيناها واضفنا للحمه وزودنا ميه، واللحمه دلوقتي بتغلي معايا اهي عشان تخش في التسويه. هي كده دلوقتي دخلت 50% سوى، والبصل برضو اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنستنى عليها كده ثواني على بال ما نعمل العجينه، ونضيف الرز ونزود الميه بتاعتنا واحنا مع بعض. لسه عندي حاجتين ما ضفتهمش، الحمص، وعندي كمان بودره الزعفران. وتعالوا نشوف الفطائر بالدجاج. فطائر الدجاج بسيطه جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. انا عندي 3 كوبايات من الدقيق و3 معالق من الزيت ورشه ملح وميه لاتمام العجين. عجينه سهله اهي. اقول تاني، 3 كوبايات دقيق و3 معالق من الزيت ورشه ملح وكمان ميه لاتمام العجين. اما الحشوه هتكون صدرين فراخ متقطعين كده قطع كبيره، يعني كيوبس صغير كده، يعني مش مفرومه بالعربي. عندنا كمان سمرتين جزر وسمرتين كوسه متقطعين مكعبات صغيره، وبصلايه، ومعلقتين جنزبيل، ومعلقه صويا صوص، ومعلقه من زيت السمسم، وكوبايه من السمسم. انا لقيت عندي سمسم اسمر وسمسم ابيض، فحطيت ميكس بين السمسم الابيض والسمسم الاسمر. وعايز اقول لكم حاجه، لو ما فيش سمسم اسمر ممكن تحط حبه البركه. هقول تاني،
المقادير علشان تكتبوها. 3 كوبايات من الدقيق و3 معالق زيت، وكمان عندنا شويه ملح صغيرين، واخيرا ميه لاتمام العجن. تعالوا نحط مع بعض، ده 3 كوبايات الدقيق، نحط عليهم رشه الملح و3 معالق من الزيت، ونقلب كل ده مع بعضه اهو لغايه ما يختلط مع بعضه، وبعد كده هنضيف عليه ميه لغايه ما تلم معايا العجينه. اما الحشو زي ما قلنا، فصدرين من الدجاج المتقطع بالسكينه، وبصلايه مفرومه، وعدد 2 ثمره جزر متقطعين مكعبات، وكمان 2 ثمره كوسه، معلقه زيت سمسم، معلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم، ومعلقه من الصويا صوص، وكوبايه من السمسم. مين معانا؟ يا استاذ عاطف. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. عامل ايه يا فندم؟ الله يخليك يا استاذ عاطف، الله يعزك. كنت عايز اسمع من سعادتك كريمه الماسكربوني الايطاليه، عشان نفسي ناكل تيراميسو. حاضر. من انا اولا اذا لقيت الجبنه الماسكربوني هي الاساس في الـ في الـ في التيراميسو، حاجه ثانيه غير الماسكربوني؟ حاجة تانية يا فندم؟ بشكرك على اتصالك وهقول لك حاضر تعملها ازاي. شايفين اللحمة؟ أهو بدأت تخش في السوى، هنضيف عليها الحمص، وهنضيف بودرة الزعفران، وبعدين هنضيف الرز كده، وهنقل نساوي الرز كده، بعد كده هزود الميه بتاعتي على الرز ده، تكون ميه سخنه يستحسن يعني، ونسيبها تتشرب كله مع بعضه ويستوي معانا. هتلاحظوا ان انا ما زودتش ميه عن الرز كتير، ليه؟ لان اللحمه تحت فيها ميه، فانا مش عايزه يعجن معايا اهو، وهنغطيه ونسيبه يكمل تسويته معانا، وان شاء الله نشوفه بعد شويه عامل ايه. تعالوا بقى بعد العجينه ما لمت معانا هنا اهي، حطينا الميه والعجينه بتلم معايا، هنعمل ايه؟ هناخد معلقه زيت السمسم، نحط عليها البصل والجنزبيل، ونشوحهم يدبلوا معانا شويه. يبقى احنا كده خدنا بصل وخدنا جنزبيل في زيت السمسم النفاذ اللي له ريحه، اللي هو بيسموه زيت السمسم الصيني، بس هو مش صيني ولا حاجة، هو يعتبر منتجه سوداني، لأن السودان من أكبر الدول اللي بتصنع السمسم وزيوت السمسم في العالم، فزيت السمسم المحمص ده حلو جدا، بس طبعا يعني المنتجات بتطلع تتداول بره يعني، ما فيش مشكلة. هناخد كده الجزر ونقلب، وزي ما بقول الأكل ده لازم نحس بطعم الخضروات واحنا بناكل، طعم الخضروات معايا تبقى باينه. العجينه لمت معايا، هاخدها هترتاح دقيقه على بال ما، شايفين العجينه عامله ازاي اهي، ونجيب شويه دقيق عشان نفردها عليها، وبعد ما نفردها عليها هنقطعها، بس هنفردها على سمسم مع الدقيق، سمسم مع الدقيق، هتشوفوا دلوقتي. نحط الكوسه، وبعدين ندي شوية ملح وشوية من الفلفل، ونجيب الفراخ ننزلها ونقلب كله مع بعضه لغاية الفراخ ما تستوي. طبعا احنا كلنا عارفين ان الفراخ ما بتاخدش سوا كتير، لان طبعا صدور الفراخ من الحاجات اللي هي زي الاسماك بالظبط، بتاخد سوا سريع جدا. يا رضوى اهلا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا سيدي، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذه رضوى، منور والله. الله يخليك، انت اللي منوره. ميرسي، ربنا يخليك. اشكرك. لو سمحت عايزة بس القرع العسل البشاميل بيتعمل ازاي؟ اللي هو الفرن، اللي هو اللي في الطاجن يعني؟ ايوه. حاضر من عينيا. حاجه ثانيه؟ ميرسي يا سيدي، ربنا يخليك. بشكرك على اتصالك. القرع العسلي له يعني طرق عديده، ان شاء الله في اليوم الصحي هنعمل لكم قرع عسلي، لان انطلب مني كتير جدا في اليوم الصحي، الناس بتحب تاكله، واحنا هنعمله لكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي بطريقه مختلفه خالص. طبعا احنا بنجيب القرعايه العسلي تتغسل الاول، بعد كده تتقشر، وبعد كده تتقطع، ونشيل البذر اللي جواها كله ونغسلها تاني، نقطعها مكعبات. مع كل كيلو من القرع العسلي
بحط كيلو لربع سكر وعلى النار بدون إضافة مية، بدون إضافة مية، كمان مرة بدون إضافة مية. القرع العسلي فيه كمية مية كبيرة جدا، هو أول ما بيبدأ يغلي بينزل ميته، أهدي عليه النار ما سيبهاش على نار عالية وأسيبه لغاية ما يستوي منه فيه زي ما احنا بنقول. بعد ما بيستوي معانا هقول لكم نعمل إيه حاضر، وياريت يكون مكرمل شوية يعني عمل شوية من الكراميل. هنضيف هنا معلقة الصويا، أنا حاطط زيت سمسم من المنكهات وحاطط جنزبيل وبصل وكمان صويا صوص اهو، ونسيبها تكمل سواها هنا ونروح نشوف العجينه عشان نفردها مع بعض زي ما احنا قلنا، ونجيب فورمه عشان نقطعها بيها. يبقى احنا كده اللحمه بدات تستوي معايا اهي، او الفراخ، والقلايه تكون عندي سخنه، والرز اهو بيغلي، شايفين يعني كل حاجه شغاله مع بعضها اهو. الرز اهو بدا يستوي معانا برضو، شايفين كل حاجة بنعملها لكم قدامكم. بعد ما سويت القرع العسلي، هنغطي بقى. بعد ما سويت القرع العسلي على النار، لو أنا عايزه يبقى ريتش شوية وغني، هنحط عليه معلقتين سمنة بلدي مثلا، شوية من المكسرات، وهو لسه على يعني بعد ما يبرد شوية. بعد كده بجيب بايركس أو الصينية بتاعتي بفضي فيها القرع العسلي، وآخد معلقتين من الكورن فلاور، عليهم نص كوباية كريمة، عليهم كمان نص لتر لبن، وعلى النار سريعا كده واصبهم فوقيهم، وممكن اديله شويه كمان من الكريمه الفريش على الوش وادخله الفرن ياخد الوش الجراتان. ده طريقه من طرق تسويه القرع العسلي. كده الفراخ استوت. الفراخ دي اللي انا عاملها دي، لو احنا جبنا شويه مكرونه اسباجيتي وحطينا معاها، جربوا ليه لا. يعني احنا دايما اما بتيجي في دماغي فكره بقول لكم عليها في ساعتها. وتعالوا نفرد العجينه هنا، حط بقى شويه من السمسم الاسمر وشويه من السمسم الابيض، ونفرد العجينه عليها. شايفين انا بفردها الاول بره ليه؟ هقول لكم ليه. لان انا لو حطيتها على السمسم هتشيل السمسم كله في مره واحده، فانا بفردها كده شويه الاول بره، وبعد كده هحطها عليها، لان انا عايز السمك بتاعها في النهايه يبقى رفيع، السمك في النهايه ما يبقاش كبير. يعني احنا هنفرد شويه بره كده قبل ما نضيفها على السمسم بتاعنا. وطبعا زي ما بنصحكم دايما، العجينه بعد ما نعجنها يستحسن ترتاح شويه، يستحسن ترتاح شويه. كده بقى نفرد واحنا مطمنين اهو على السمسم. وعندنا هنا زي ما قلنا ايه؟ عندنا موجود الفراخ استوت، نصفيها يا سعد في مصفى ونسيبها تبرد شويه. احنا كده برضو مش ناسيين حاجه، بنتكلم على كل. عايز اوريكم من تحت شكلها ايه دلوقتي لما حطينا السمسم، شايفين اهي بقت على راي عم عصام سمسمه. شكرا يا مدام جمال. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا فندم. دكتور على فكره. نعم الو. ايوه عايزه اسال على طريقه الحواوشي، بس ارجوك تقولها لي حالا، ما تقوليش بعدين. دلوقتي حالا. حاضر حاضر، تحت امرك. حاجه تانية غير الحواوشي يا فندم؟ يا مدام جمال الو. طيب هنجيب الاول العيش البلدي بتاعنا يكون نص سوا، عيش بلدي يكون نص سوا. عندي لحمه مفرومه يستحسن يكون فيها حتة ليا ضاني أو كمية من الفات، يعني من الدهون مش كبيرة، يعني حتة تديها طعم كده. اللحمة نص كيلو مثلا، عليها ثلاث أربع بصلات مبشورين، وعليها قرن فلفل حامي، وطماطماية مبشورة أو ممكن بلاش طماطم زي ما تحبوا، وشوية من الملح والفلفل والبهارات. كل ده بخلطه مع بعضه واعمله كوره صغيره، وافتح الرغيف واحطها جوه واضغط عليه تتفرد جواه. وبعد كده يا اما احطه في ورق زبده، يا اما احطه في ورق زبده. طبعا انا عايز اقول لكم معلومه صغيره، ان طبعا عشان انا حاطط سمسم فالعجينه بتتحرك، العجينه بتتحرك معايا مش زي الدي بيثبت العجينه. بس دي المعلومه اللي انا عايز اقول لكم عليها. بعد كده ادهن ورقه الزبده زيت، بدهن ورقه الزبده بالزيت، وافرد زي ما قلنا، اقفلها واحطها يا اما على
الطاسه يا اما ادخلها الفرن تستوي معايا وبالهنا والشفا ناكل ان شاء الله احلى حواوشي. الافكار كتير جدا بس لازم انتوا اصحاب الابتكارات، يعني بيعجبني الناس اللي بتفكر دايما وبتعمل حاجات جديده واختراعات جديده. شايفين انا رقيتها خالص اهو، بعد ما هنرقها خالص هنجيب الفورمه ونقطع ونحشيها بالحشوه اللي احنا صفيناها ولازم تكون بارده شويه، وبعد كده نقفلها يا اما زي القطايف يا اما نقفلها اي تقفيله وبعد كده نحمرها وان شاء الله. بس هقطع كده الاول واوريكم وبعد كده ناخد الفاصل اهو. شايفين دوائر اهي، طبعا هيفضل شويه عجين مش هرميهم بقى، هلمهم تاني وافردهم بس المره دي السمسم هيبقى جوه العجينه مش براها، يعني المره دي بقى السمسم هيبقى جوه العجينه ومن بره، يعني من جوه ومن بره هيبقى في طعمين مختلفين. وزي ما قلت اللي ما عندوش سمسم اسمر لان ممكن يكون مش موجود وممكن يكون غالي، فاحنا ممكن نستعمل شويه من حبه البركه مكان السمسم. ادي بقى انا بلف كله اهو اوريكم خالص بعد ما نقطع ونشيل العجينه الزياده اللي لمها تاني ونفردها، وده كده يبقى عندي الفطير بتاعتي جاهزه ان انا احشيها. هنحشيها ونقفلها بس لازم زي ما بقول لكم ندهن ماده لزجه، يعني ايه ندهن ميه علشان خاطر تتقفل معانا في الفطاير. هنجيب فرشه وشويه ميه اهم، بس انا بوريكم كل المعلومات عشان تبقوا عارفين. هندهن ميه كده الاول على كل القطع قبل ما نشيل العجينه. الله ينور الله يكرمك. معلش بقى سامحونا احنا بناخد وقت، بس اهم حاجه الوقت يبقى في صالحكم انتوا تعرفوا كل المعلومات علشان الحاجات الصغيره دي ممكن تبوظ معانا الدنيا لو ما عملناش صح. نشيل بقى الزيادات اهو اهو، يفضل عندي القطع اللي انا عملتها. نجيب معلقه صغيره او كبيره وناخد شويه من الحشو اهو، كل واحده فيها شويه من الحشو، ما تكتروش من الحشو عشان خاطر تبقى طعم العجينه باين معانا والحشوه باينه معانا، لكن كتر العجينه ممكن يخليها ما تتفتح واحنا بنسويها. طريقه مبتكره جدا وطعمها هيعجبكم لان كل حاجه ظاهره فيها، كل نكهه من نكهات الخضار ظاهره فيها. بعد ما خلصنا كده هنقفلها ونحمرها في الزيت، وده اللي هنشوفه بعد ما نستاذنكم وناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنعمل احدث طريقه للكريم كراميل. هو كريم كراميل؟ اه كريم كراميل، بس ده هنشوفه بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وده الفطاير اهي بتاعتنا بنحمرها، وهنا لسه شويه نايين اهم عشان خاطر احنا عايزين نوريكم شكلها. والرز بتاعنا المدفون او الدفين اهو، تعالوا نروح عليه ونشوف اخبار اللحمه. يعني انا ما كشفتوش، انا كل اللي انا عملته وطيت عليه النار، شايفين مختومه يعني زي ما بيقولوا ختمه 100 100. هنرفع كده شويه نقلب. انتوا ممكن تغرفوه ان انتوا تقلبوا، ايه رايكم؟ انا جات لي فكره ان انا اقلبها كلها مره واحده، كلها تبقى عامله زي المقلوبه، لكن لو انا هقلب بقى معلش سامحونا، انا عايز اوريكم شكل الجمالي بتاع اللحمه وهي جواها كده اهو. شايفين البصل واللحمه وكل الحاجات اهي شايفينها بالهنا والشفا. طبعا انتوا اللي هتدوقوا وانتوا اللي هتحكموا مع الحمص. انا هخليه برضو على النار شويه بتاع 5 دقايق كده على النار الهاديه دي على بال ما نعمل الحلو بتاعنا. طبعا احنا كلنا عارفين الكريم كراميل، لكن انا هعمله لكم بطريقه مختلفه النهارده وان شاء الله تعجبكم وتلاقي صدى عندكم. يعني كريم كراميل يعني كراميل تحت في الارضيه، وهو سكر زي ما بنقول سكر محروق، وبعد الكراميل بنحط على الوش الكريمة بتاعتنا وندخلها الفرن تستوي، وبعد ما تستوي تطلع معانا بالشكل العادي اللي احنا عارفينه. لكن احنا المرة دي هنعمل حاجة مختلفة شوية في الكريم كراميل. أول حاجة هنقول مقاديره ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة عندي نص لتر لبن، نص لتر لبن
عندي اربع بيضات سلام كاملين وصفار بيضه، اربع بيضات كاملين وصفار بيضه، كوبايه سكر، ومعلقه كبيره من الفانيليا، وكمان عندنا نص لتر لبن، نص لتر لبن اهو، ده مش مكتوب يا نقلي معلش، ده في المقادير الاولانيه نص لتر لبن. تعالوا بقى للكراميل نفسه، الكراميل نفسه انا مش هحط في الارضيه بتاعه الفورمه بتاعتي، مش هحط في الارضيه بتاعه الفورمه بتاعتنا كراميل، انا هناخد كوبايه من السكر، وهناخد كمان خوخ كومبوت، وناخد عصير كوبايه من عصير الخوخ الكومبوت. هقول لكم هنعمل بيها ايه قدامكم دلوقتي واحنا على البوتاجاز. ناخد كده طاسه نحطها على النار ونحط فيها السكر مباشره كوبايه، وفي نفس الوقت هنعمل ايه، هناخد هنا في بوله كبيره نضرب بقيه الكريم كراميل، هنا السكر عليه أربعة بيض كامل وواحدة صفار، ونقلب ده كله لغاية ما السكر يدوب. جميل. اللي أنا بعمله ده الكريمة أو أساس الكريم كراميل، ده ملناش يعني موضوع سهل جدا وبسيط ومتعارف عليه على طول ده، لكن الكراميل اللي هو احنا بنحمره علشان نحطه في الأرضية بتاعت الكريم كراميل وبعد كده نصبه ونقلبه لما يبرد يقوم ينزل لي الصوص على الوش، لا انا هحطه مباشر. يعني الفكره ان انا بدل ما احط في البوله كميه من الكراميل وينشف معايا بعد كده اصب عليه الصوص ده او الخليط ده وادخله الفرن يستوي، ولما يطلع ابرده وبعد ما يبرد اشيله واقلبه يقوم طلع الكراميل على الوش ونازل معايا صوص الكراميل. طيب وانا خدت وقت كتير جدا في الكريم كراميل، لكن انا هعمله هنا مباشر، الصوص هيبقى مباشر، بدل ما احطه تحت هحطه على الوش وهجمله بالخوخ الكمبوت واحنا مع بعض. يبقى احنا كده ماشيين اهو، بس لازم ندوب السكر خالص، شايفين دوبنا السكر مع البيض، هننزل عليه بالفانيليا، وطبعا الفانيليا علشان الزفره اللي في البيض. وادي شكل الفطاير بتاعتنا اهو، ونقلب كده يا مدام فوزيه لغايه ما كله يدوب مع بعض. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بحضرتك، يا ريت توطي التلفزيون عشان تقدري تسمعيني يا فندم. التلفزيون واطي. وطيه خالص كمان شويه. تحت امرك. الامر لله. اتفضلي يا فندم. هات هات. عايز اعرف الاكله اللي انت عملتها الاول والفطاير اللي انت عملتها دي، العجينه نوعها ايه ولا عملتها ازاي؟ عينيا حاضر، هقول لك حاضر على المقادير بتاعتها. من عينيا حاضر، تحت امرك. بس شايفين هنا انا بس عايز المعلومه دي توصل، وبعد كده هقول على كل المقادير اللي احنا عملناها. ده انا حاطط هنا السكر بدون اضافه ميه، لكن معاكوا انتوا في البيت يا ريت تحطوا شويه ميه. ليه؟ لان انا ممكن انا واقف قدامها ما بتحركش، واقف قدام الكراميل بتاعي، انتوا ممكن تتحركوا تروحوا جالكوا تليفون، حد نادى علينا، حاجه حصلت، فممكن نرجع نلاقيه محروق. فعشان كده بنصحكم ان انتوا تحطوا شويه من الميه، لكن انا بالنسبه لي عارف انا بعمل ايه، واقف جنبه ما بتحركش اهو، عشان كده حمرت الكراميل كله هنا. بعد ما يتحمر معايا الكراميل ويديني اللون الذهبي اللي انا عايزه، هنطفيه بعصير، عارفين الكمبوت بنجيبه بيبقى جواه عصير، في كتير او ما بيستعملهوش، هناخده نضيفه على الكراميل بتاعنا ده عشان يديني نكهه الخوخ اللي انا حاططها فوق الكريم كراميل. واحنا مع بعض كده واحده واحده اهو، اول ما هيبدا يديني اللون اللي انا عايزه هنزل اطفيه بيه. ده لقيته تخين او سميك اديله شويه ميه صغيرين، لكن احنا هنحط كل الموجود في العبوه، كل الموجود في الكمبوت بتاعنا. ارجع تاني هنا اذكركم ان هنا نص لتر من اللبن واربعه بيض كامل وصفار بيضه ومعلقه من الفانيليا، واهم حاجه اللي جاي بقى ده، ايه هو اللي جاي؟ ان انا بعد ما هعمل ده هقوم اصفيه بمصفى رفيعة جدا عشان خاطر الشوائب، هوريها لكم حالا الموجوده جوه الكريم كراميل. اهو شايفين؟ في هنا شوائب طالعه معايا اهي اهي، شايفينها دي؟ انا مش محتاجها خالص، هشيلها خلاص. يبقى انا عندي الكريم كراميل،
هنجيب كوبايات، نجيب بولات، نجيب اطباق، نجيب اللي انتوا عايزينه. بس شايفين وانا معاكم اهو، هنطفي بقى، بس نرفع دي بعيد ونبعدها شويه عننا كده، ونحط السيرب بتاعنا اللي هو بتاع الكمبوت بعيد عن النار، ونقلب لغايه ما يسيح معايا خالص. اهو شايفينه اهو. لما خلاص بقى قلبت وما بيغليش معايا، رجعه على النار تاني، بس هدي النار شويه. الملحوظه اللي انا قلت لكم عليها دي مهمه جدا جدا جدا، ان انا اول ما اجي احط ماده سايله على الكراميل ابعده عن النار خالص، واخليه بعيد عن ايديا كمان. اهو شايفين العلامه اهي، اهي على ايدي اهي، دي باينه اهي، انا شايفها اهي، دي من الحلقه بتاعت برضو كراميل اهي. فانتوا بعيدوا عنكم الكراميل شويه، وبعدين ابقوا رجعوه تاني على النار، وخلينا مع بعض كده لغايه ما يدوب معانا. وبعد كده ناخد الناتج ده نصفيه، انا بس عشان مستعجل شويه هاخده اصفيه على طول في مصفى، ونحط اهو اللي انا هستعمله ده يبرد شويه. جميل كده، خلاص ادي الناتج اهو عن التسويه. تعالوا بقى نشوف الكريم كراميل شكله ازاي، والرز شوفوا كده. خلاص يا سعد انا متهيألي، اتفضل هات بوله كبيره واغرفه. وادي عندي الكريم كراميل في الثلاجه، انا حاطه في كوبايات زي ما قلت. اهم حاجه في الموضوع، حطيت في كوبايات زي دي، حطيت في اطباق، حطيت في بولات، يكون في حمام ميه. ميه بتغلي في صينيه، احط صب الكراميل بتاعي او الكريم كراميل بتاعي واصبه في الكوبايات بتاعتنا. وده اهو عندي هنا لو انا ما عنديش الكوبايات الصغيره دي، يبقى عندي دي البولات دي موجوده في البيت. لو ما عنديش دي، يبقى عندي اطباق زي دي. كل الحاجات دي متوفره وموجوده. هنجيب معلقه وناخد بيها قطع اهو، ثواني بس يا حبيبي، قطع صغيره كده من الخوخ، نحطها في اول واحده وتاني واحده وتالت واحده. طبعا انا الحاجات الصغيره دي بتعمد اعملها ليه؟ لسببين. السبب الاولاني شكلها حلو جدا، السبب الثاني ان في حد مريض سكر نفسه ياكل كريم كراميل، ياكل كريم كراميل، ياكل دي فش مشكله، مش هيجرى حاجه يعني لو كلها. واخد الصوص بتاعنا اللي بنكهه الخوخ ونحطه كده على الوش. اتفضلوا معانا بالهنا والشفا، ده الشكل النهائي، يا رب يعجبكم. ولما نرجع هنكون جملنا الاطباق، وبعدين هنجاوب على الاسئله ونقول لكم عملنا ايه، ونتمنى نسمع صوتكم على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه. هنستاذنكم في فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض كل التفاصيل. لازم يبرد الكراميل، ما تحطوش وهو سخن، بس انا طبعا عشان خاطر عملته قدامكم فانا بحطه وهو سخن. خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم وقدامنا الفطاير زي ما انتم شايفينها، وكمان هنا الكريم كراميل، وادي الرز هنديله شويه اللوز، الرز بتاعنا الهنا والشفا. نجيب كده كل الحاجات دي وناخد شويه من اللوز اهو على الوش كده بالهنا والشفا. عايز اقول لكم بقى لازم تجربوا، لازم تجربوا. وهنا الفطاير بتاعتنا، ناخد واحده هنا وواحده هنا، ومش عايز اقول لكم غير بالهنا والشفا. في عندي هنا طبق من الكريم كراميل. على فكره الاطباق الموجوده عندنا دي كلها كلها هي عباره عن الكميه اللي انا عملتها، يعني انا ما زودتش حاجه ولا عملت حاجه زياده. الكميه اللي انا عملتها هي الكميه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. والخوخ عباره عن علبه من الكمبوت، هنحط ده كمان هنا. ممكن بقى عايزين تحطوا واحده كريز في النص اهو عشان خاطر يدي شكل جمالي. هنا واحده، هنا واحده. انا مش عايز اقول لكم غير انتوا اصحاب الشأن في الشكل العام وفي الديكوريشن، واكيد هتعملوا احسن من اللي انا بعمله ده. يا رب تكونوا مستمتعين معانا. عايزين نجاوب سريعا، احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا اول حاجه الفطاير بتاعتنا. الفطاير بتاعتنا كانت عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم 3 معالق من الزيت، 3 معالق من الزيت وشويه ملح وشويه ميه. لمه العجينه، كان عندي كوبايه من السمسم،
فردتها على السمسم. لو ما عنديش سمسم اسمر انا حاطط سمسم ابيض وسمسم اسمر، لو ما عنديش سمسم اسمر ممكن احط السمسم شويه من حبه البركه. كمان عندنا الحشوه كانت صدرين فراخ متقطعين كده بالسكينه، وكمان سمرتين جزر كيوب صغير، وكمان سمرتين من الكوسه، وبصلايه، ومعلقتين جنزبيل، ومعلقه صويا صوص، ومعلقه زيت سمسم سوينا فيه، وبعد كده عملتها حمرتها في الزيت طلعت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اما الرز المدفون، الرز المدفون سريعا بس يا نقلي معلش، كان عباره عن كيلو الا ربع من اللحمه الضاني، تلتيته ملح وفلفل وشوحته تشويحه في زيت وزبده وغطيته عشان يشرب ميته، ونص كيلو او ثلاث ارباع كيلو من البصل القورمة برضو شوحته وحطيت له شويه ميه عشان ما يتحرقش، وكان كوبايتين من الحمص. بعد ما استوت اللحمه شويه مع البصل نص سوا اديتها الميه واديتها معلقه من العصفر ورشه قرفه ورشه من الكراويه وكمان رشه من بودره الزعفران، واستنيت لما يستوي وحطيت الرز وسبته بالميه لما يستوي معانا طلع بالشكل ده. يا رب تكونوا مستمتعين معانا، يا رب نكون بنقدم لكم معلومات جديده وتكونوا مبسوطين معانا. اشوفكم بكره على خير، وزي ما بقول يا رب نحب بعض. السلام عليكم.